السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة الصابلي 2020، وصفة جديدة اللي راهي مدايرة حالة في مواقع التواصل. راح نعطيكم إن شاء الله المقادير. هنا عندي 500 غرام مارغرين، أنا راح ندير كمية كبيرة، وانتم تحبوا تنقصوا نقصوا في المقادير. كما قلت لكم عندي 500 غرام مارغرين، عندي 8 ملاعق سكر غلاسي او سكر بودرة، عندي 5 بيضات او 5 صفار بيض، عندي 6 ملاعق كبار نتاع عسل، كما قلت لكم 5 بيضات صفار فقط، وعندي 6 ملاعق كبار عسل. هنا رايح نخلط كامل مع بعض. بعد ما خلطت كامل مع بعض، دوك راح نزيد الكاكاو، بودرة الكاكاو. عندي ربع ملاعق بودرة الكاكاو السوداء، وعندي ربع ملاعق بودرة الكاكاو البني. عندي تسمى كامل الملاعق، هما 8 ملاعق كاكاو، ربعة سوداء وربعة بني، ملاعق كبار. بعد ما خلطت كامل مع بعض، دوك عندي هنا 8 ملاعق مايزينا. ومن بعد راح نزيد نضيف باكي تاع خميرات خميره كيميائيه. عندي علبه تاع خميره كيميائيه او ساشين تاع خميره كيميائيه. خلط كامل مع بعض كما راكم تشوفوا. تحبوا تديروا هذه الوصفه في الخلاط الكهربائي او البيتران، ما كانش مشكل. هنا راح نضيف ملعقتين تاع قهوه لافاني، ملعقتين فاني. خلط كامل كما راكم تشوفوا، شوفوا على واش تحصلت. هنا راح نضيف الفارينة. انا هذا الكمية هذه تاع 500 غرام مارغرين دات لي كيلو تاع فارينة. نتوما شوفوا عينكم، هي ميزانكم، كل واحد والفارينة تاعو. كاين الفارينة اللي تشرب وكاين الفارينة اللي ما تشربش. هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها. راح نغطيها كيس بلاستيكي او ورق شفاف. هنا درت رشه تاع فرينه. نتوما كل واحد عنده طريقته كيفاش يحل لاباط تاعو، كيف يطاليها. درت رشه فرينه وحطيت وبديت هنا راح نستعين بهذا الطابع هذا تاع الحلوى. راح نستعين بهذا، هو الطابع نتاع الوسادة او المخدة، عيطوا له طابع المخدة. ثم ديروا اي نوع او اي شكل تحبوا ديروه. لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا راني رققتها. هنا نستعين بكوبات باش نهز الحلوى نتاعي او الكاطو تاعي. راح نطيبه في الكوشه على 180 درجه. بعد ما يطيب حنخليه يبرد ونبدا في تحضير الكريمه اللي راح نلصق بها الحلوى نتاعي. هنا بالنسبه للكريمه عندي عندي 400 غرام مارغرين، وعندي 150 غرام سكر غلاس. راح نخلطهم مليح بخلاط كهربائي كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما تحصلت على هذه الكريمه، رايح نزيد او نضيف كاس بودره الشونتيي، اي كاس، ماشي شرط قياس، الكاس المهم كما راكم تشوفوا. ورايح نضيف 6 ملاعق كبار نتاع عسل ونخلط بالخلاط الكهربائي. هذه هي الكريمه اللي تحصلت عليها، اللي راح نلصق بها الصابلي تاعي كما راكم تشوفوا.
نستعين بأي حاجة، بوشادوي ولا كما راكم تشوفوا هاد الساشيات هادو نتاع تزيين، وتعمروها كما راكم تشوفوا، ديروا كمية شوية كبيرة، وبعد عمروا الحواف هادو كذا كانوا ما وصلت ليهم لا كريم، عمروهم مليح باش كي تديروا الكلاصاج راح ما يكونش فراغات. هذا هو، راح نزيد معكم واحدة. نفس الطريقة تخليهم تجيه ينشفوا، ونروح ان شاء الله نحضروا تزيين. هنا عندي كاوكاو كمية قليلة مش بزاف، درت نوعين كما راكم تشوفوا، درت حندير نكهة البيستاش ونكهة الفريز، وبلون الاخضر واللون الاحمر، هذا هما. راح نحضر معكم جوست اللون الاخضر، وديروا نفس الطريقه مع اللون الاحمر. كاوكاو تاعي ما يكونش محمص بزاف، جوست ديروه في الكوشه 5 دقائق وجبدوه ورحيوه. هنا راح ندير نكهه البيستاش، راح ندير شويه نتاع لابودغ اللون الاخضر، وندير شويه نكهه البيستاش، ونشمخه بشويه نتاع ماء. حتى نتحصل على اللون الاخضر او اللون البيستاش اللي راني نحوس عليه. هنا راح نضيفه فوق هذاك الكاوكاو تاعي اللي كنت رحيته، نخلطه حتى كما قلت لكم نتحصل على لون البيستاش. ما تخافوش اذا تعجن معكم، راح نرجعه للفور ينشف بعد دقائق فقط، واحد 3 دقائق ولا 4. راح نفرشو فوق الورق الشفاف في بلاطو، وكما قلت لكم نوضعه في الفور خليه ينشف لمده 3 دقائق او 4. بعد ما ينشف معايا، اذا كنتو كان الكاوكاو تاعكم جاكم خشين تقدروا تعاودوا ترحيوه، انا ما عاودتش رحيتو. دوك تشوفوا على واش تحصلت. كما قلت لكم درت نفس العمليه مع نكهه الفريز او اللون الاحمر. هاو بعد ما نشفتو في الكوشه هاو كيفاه جا، هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. تقدروا تستعملوه اي استعمالات اخرى، ماشي شرط هذا النوع فقط من الحلوى. المهم هذو اللونين، انا حنستعمل 4 الوان للتزيين. درت نكهه البيستاش ونكهه الفريز، ودرت نكهه الشوكولا الكاكاو البني، ودرت الشوكولا البيضاء بالنواة كوكو. هنا دوك عندي الشوكولا، عندي 250 غرام، راح نخدم الكاناش تاعي 250 غرام شوكولا للطلي، وعندي 8 غرامات جلوكوز، وعندي 80 غرام كريم فريش، وعندي 15 غرام مارغارين. هنا عندي كما راكم تشوفوا 80 غرام تاعي تاع الكريم فريش، راح نضيف لها 8 غرامات نتاع جليكوز، ونسخنها شويه نحميها فوق النار. بالنسبه للشوكولا البيضاء، درت نفس العمليه مع الشوكولا البيضاء، درت 250 غرام شوكولا بيضاء، ودرت 8 غرامات جليكوز، و80 غرام كريم فريش، و15 غرام مارغارين. بالنسبه للشوكولا البيضاء نفس العملية اللي درتها مع الشوكولا السوداء للطلي. هنا بعد ما ذوبت هذاك الجليكوز كما راكم تشوفوا راهو يذوب، ديروا نار قليلة بما يتحركش معاكم، حبيت نسخنو حتى يذوب هذاك الجليكوز، وتضيفوه مباشرة فوق الشوكولا تاعي اللي كنت قطعتها كما راكم تشوفوا الى قطع صغيرة. بالخف تزربوا تخلطوها مليح حتى تذوب هذيك الشوكولا، واذا ما حبتش تذوب معاكم تقدروا تستعينوا بماغي. ومن بعد ما تذوب معاكم هذيك الشوكولا، او ديروا في الميكرووند بعد ما تذوب معاكم هذيك الشوكولا كامل، خلطوا لها 15 غرام تاع مارغاري.
اذا كنتوا حابين ديروا اي نوع من المكسرات تقدروا تضيفوها، ما كاش مشكل، انا راح نخليها هكذا. مي انتوما ضيفوا اي نوع من المكسرات اذا كنتوا حبيتوا، بيستاش، كاكاو، او لوز، او جوز، حيعطيه نكهة فانيه رائعة. بعد ما نخلط كامل مع بعض، راح نستعين بورق شفاف، راح نغلفه ونخليه نهار كامل في الثلاجة حتى يجمد معايا، باش نقدر نستعمله او نقدر نديرو كريات او دي بول صغار. ها كيما راكم تشوفوا هنا، بعد ما خليته نهار كامل، هنا راني نديرو في نخدم فيه. هنا هذا اللون الاحمر، كما قلت لكم درت لون اخضر ولون احمر. هذا النوع، هذا الشوكولا، هذه السوداء، تقدروا كما قلت لكم درت 3 انواع منها، درت اللون الاخضر، اللون الاحمر، ودرت بالكاكاو، بودرة الكاكاو، 3 الوان. صورت لكم بصح راحت لي اللقطه. هنا بعد ما خلصت الكريات تاعي خليتهم ينشفوا، رحت للكلاصاج، درته في حمام مائي او بماغي. كما راكم تشوفوا، بعد ما ذابت معايا خلطت لها ملعقه تاع زيت باه تجيكم تبري او تجي تبرق. هنا دوك راح نحطها كما راكم تشوفوا، خليوها تكتر او تنشف. استعملوا اي شوكولا للطلاق، نتوما موالفين تستعملوها كما قلت لكم، ديروها في بان ماري، زيدوا لها ملعقه تاع زيت. هنا بعد ما خلصت الكلاصاج تاعي وهي مازالت ما نشفتش، بديت نحط في التزيين تاعي هذوك الكريات اللي درتهم او لي بول اللي خدمتهم بالغاناش. اذا كانت الشوكولا تاعكم خلاص نشفت معاكم، تقدروا تستعينوا بقطرات من الشوكولا الذائبه باش تحكموا هذوك لي بول اللي يجوا من فوق تزيين. هذه هي الحلوه تاعي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بعد ان شاء الله راح نديرها في الكيسات وتشوفوها في اخر مرحله. وما تنساونيش، هنا راح نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش في اللايك والبارطاج، وما تنساوش تفعلوا الجرس. وهنا نقول لكم مع السلامة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.